الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رَبَّيَانِي صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما صدق الله.